أنفسنا وهذا الشكل. بس أول ما شافوا الدروب حين هاي أول يترسمون كانوا طباخ. مظبوط؟ أورجيكم في ملاندو في مقاطع بير زيت. ماشي؟ يتعلم بير زيت. أنا ما شفتش إنه بس هو بدوش يشتغل فيها عشان نخلص البروجكت تبعيه وأجا بعده على تصوفه. بهاي الشركة عشان بما إنه بالضفة وبمعرف الكابل اليروك. جيت أنا هون مشان أدرس الكورس اللي هو CCNA. بأهلك إنك تشتغل في مجال أنظمة المعلومات والاتصالات. اندليت على الكورس عن طريق بوست بالفيسبوك، نقرت على اللينك، اتصلت عليهم فهم دعوني لمقابلة عمل، وهيني أنا هون موجود في الكورس إن شاء الله، وفي عندي توقعات إنه نشتغل في هذا المجال. في مركز ريان طيرة نساعد المشتركين على انخراطهم في سوق العمل. المساعدة تتم عن طريق عدة طرق: بناء سيرة ذاتية، المساعدة على مساعدتهم على تحضيرهم لمقابلات عمل، إشراكهم في دورات مجانية مطلوبة في سوق العمل الإسرائيلي، إعطائهم منحات تعليمية ومادية، وتوجيههم إلى كافة المسارات والمجالات العمل الموجودة حولنا. أنا مدحت يعني حبيت طموحك كيف أنت وصلت وصرت. هند وصلت عنا على مركز ريان بكت طالبة سنة ثانية، مش ناقصها ولا أي شيء غير شوية توجيه كيف تكتب السيرة الذاتية، تحضير لعالم العمل، لمقابلة عمل، تحضير لمركز تقييم. إنسانة زيها عندها كثير قدرة على التعلم وعندها كثير حب استطلاع وطموح، وفي بكت قادرة إنها تساعد نفسها عن طريق أي حدا يوجهها. اعطتني نصائح كباحثة عن عمل، كيف لازم أقعد، كيف لازم أحكي، شو لازم أقول. من وقتها بدأت العمل مع مركز ريان. هناك لقيت شغل وكنت أنقبل لمقابلات عمل من أول مرة. كبداية كنت بائعة في محل أطفال، بعدها تقدمت أكثر، فتشت على محل ثاني اللي بعد ما اكتسبت أنا الخبرة بالعمل صرت مديرة في محل للإكسسوارات. ومن هناك لأني بسبب أني طالبة وبعمل الماجستير تعي، فحبيت أني أشتغل بساعات مناسبة أكثر لإلي، وقت وأوقات مريحة اللي هي برضو تكون مناسبة للطلاب. فمن هنا قررت أني أنا أفتح مركز لولا التغذية والصحة السليمة، وعن طريق طبعا مساعدة مركز ريان ونغم بشارة، هي كانت توجه لي أشخاص للعمل بهذا المركز. هذا هو الشاي، هذا سوريك شمالين، هذا اللي بيحرك الدهون عندك الجسم. طيب إذا حكيش جمال كده من الكاميرا خمرين صح.